بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء الأخير من اللقاءات الحية لمقرر نظم المعلومات المحاسبية المستوى السابع شعبة المحاسبة، وهذا هو اللقاء 13. وفي هذا اللقاء إن شاء الرحمن سيكون مخصصا لمراجعة عامة وشاملة على المقرر ككل، بمعنى ان احنا هنراجع على المنهج كاملا بمشيئة المولى عز وجل من خلال استعراض مجموعة من الأسئلة المتنوعة في المنهج ككل. أبنائي وبناتي الطلاب، السلام عليكم. السلام عليكم. ويبدو ان مفيش حد موجود ولا ايه؟ ابنائي وبناتي الاعزاء، اكرر على حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يوجد أحد من أبنائي وبناتي الأعزاء؟ طيب، أستعرض أنا مجموعة من الأسئلة بحيث إن هذا اللقاء هيكون مسجل وبالتالي يمكن الرجوع إليه بمشيئة المولى عز وجل. ولكن قبل أن أبدأ في سرد هذه الأسئلة على حضراتكم، أحب أن أنوه أنه في حالة وجود أي سؤال أو استفسار أو أي طلب شيء موجود معاكم من خلال المنتديات، حاضر معاكم إن شاء الرحمن لحد بعد الاختبار بمشيئة المولى عز وجل. فأي حد عنده أي استفسار أو سؤال، أو هناك أي مشكلة لا قدر الله في جزئية مش واضحة، أو أي لبس أو موت في أي شيء، مفيش مشكلة خالص، مجرد على المنتدى وهيلاقيني هتجاوب وهتفاعل معاه على طول بمشيئة المولى عز وجل. تمام؟ طبعا أكيد هبقى في انتظار كمان تعليقاتكم، ماشي كده، وأسئلتكم واستفساراتكم بعد الاختبار بمشيئة المولى عز وجل. نبدأ على بركة الله تعالى الأسئلة بتاعتنا. طبعا الأسئلة احنا اتفقنا إن فيها أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة صح وخطأ، وهناك أسئلة عملي يعني مسائل، وبالتالي فلا تنسوا الآلة الحاسبة لأنها تحتاجوها إن شاء الرحمن. نبدأ على بركة الله تعالى، مش هقعد أقول بقى السؤال الأول والثاني وهكذا، لا هقول السؤال وأقول الاختيارات على طول. تمام؟ خاصية تتطلب ملائمة نظام المعلومات المحاسبية للبيئة التي يعمل فيها. تاني سؤال، خاصية تتطلب ملائمة نظام المعلومات المحاسبية للبيئة التي يعمل فيها. ألف الصدق في التعبير، ب الاقتصادية، جيم العلمية، دال الواقعية. الإجابة الصحيحة هي تمام الواقعية. طيب، يقصد بفعالية النظام، يقصد بفعالية النظام، ألف تنسيق الأهداف، ب تبويب الأهداف، ج تحقيق الأهداف، د ترتيب الأهداف. الإجابة الصحيحة هي
تحقيق الأهداف. تمام. خاصية يقصد بها درجة الثقة والاطمئنان في المعلومات المحاسبية، وأن تكون خالية من الأخطاء الجوهرية. ألف، إمكانية الاعتماد على المعلومات. ب، العلمية. ج، الاقتصادية. د، الواقعية. الإجابة الصحيحة إمكانية الاعتماد على المعلومات. الاقتصادية بتعني أن العائد مقارنة بالتكلفة. كان السؤال الاقتصادية تعني أن العائد مقارنة بالتكلفة. ألف، متساويان. ب، أقل من. ج، أكبر من أو أكبر. يبقى تاني، الاقتصادية تعني أن العائد مقارنة بالتكلفة. ألف، متساويان. ب، أقل. ج، أكبر. يبقى الإجابة الصحيحة أكبر. تمام. طيب، تصنف النظم بحسب النشأة. تصنف النظم بحسب النشأة إلى ألف، بسيطة ومعقدة. ب، داخلية وخارجية. ج، طبيعية وصناعية. د، مفتوحة ومغلقة. الإجابة الصحيحة طبيعية وصناعية. تمام. خاصية بتعني إمكانية تقسيم النظام إلى أجزاء أو نظم فرعية، كما يمكن تقسيم كل جزء إلى أجزاء فرعية أدنى. ألف، الترتيب الهرمي. ب، الترتيب الأفقي. ج، الترتيب التصاعدي. د، الترتيب العنقودي. الإجابة الصحيحة الترتيب الهرمي. قيمة المعلومات تتحقق من، قيمة المعلومات تتحقق من، ألف، انخفاض تكلفة الحصول عليها. ب، زيادتها للقيمة المتوقعة للنواتج من القرار الذي يجب اتخاذه. ج، توافر الشخص الأكثر خبرة. د، تعدد البدائل المتاحة أمام متخذ القرار. الإجابة الصحيحة زيادتها للقيمة المتوقعة للنواتج من القرار الذي يجب اتخاذه. تمام. طيب، اسلوب رقابة يقوم على أساس وضع حدود لتدرج السلطة في مجال التصريح بعملية معينة. ألف، الخارجية. ب، الداخلية. ج، المزدوجة. د، الحدية. الإجابة الصحيحة تبقى الإيه؟ أسلوب الرقابة الإيه؟ الحدية. تمام. طيب، نقط تمثل المصدر الأساسي لإثبات المعاملات المالية للشركة في السجلات والدفاتر. ألف، التقارير. ب، دليل الحسابات. ج، المستندات. د، القوائم المالية. تمام. الإجابة الصحيحة هي المستندات، هي تعتبر المصدر الرئيسي والموضوعي كمان والدليل الموضوعي على حدوث المعاملات المالية للإيه؟ للشركة، وبالتالي بيتم استخدامها في إثباتها في الدفاتر والسجلات. من أهداف الرقابة المحاسبية التي يسعى نظام الرقابة الداخلية لتحقيقها، لما جينا عدنا نقول الرقابة الداخلية والمفترض انها بتهدف الى تحقيق نوع من انواع الايه؟ الاهداف، في اهداف رقابة محاسبية واهداف رقابة ادارية، مش كده ولا ايه؟ واهداف الرقابة المحاسبية كانوا هدفين، واهداف الرقابة الادارية كانوا هدفين. تمام؟
طيب بنرجع تاني للسؤال. هو دي هنا بيركز على ايه؟ من اهداف الرقابة المحاسبية التي يسعى نظام الرقابة الداخلية لتحقيقها الف حماية الاصول ومنع الاخطاء والغش، ب الاستخدام الافضل للموارد المتاحة، ج الالتزام بالانظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الادارة. يبقى الإجابة الصحيحة ألف تمام، اللي هي حماية الأصول ومنع الأخطاء والإيه؟ والغش. تمام. أنا هستعرض إيه أسئلة نظري كده الأول، وبعد كده نخلي العمل كله إيه؟ على بعضه إن شاء الرحمن. أمن المعلومات، أمن المعلومات هو الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. يبقى الإجابة هي نعم العبارة صحيح. طبعا كان ممكن نفس السؤال ونجيبه إيه؟ اختيار من المتعدد. إزاي؟ نقوم قايلين السؤال كما يلي. ها أدي سؤال تاني هو بصيغة مختلفة، نقوم قايلين نقط هو الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية، ونقوم قايلين ألف أمن المعلومات، ب تقنية المعلومات، ج تكنولوجيا المعلومات، د إدارة المعلومات. يبقى وبالتالي هنا الإجابة الصحيحة إيه؟ أمن المعلومات. السؤال اللي بعده، تجميع بيانات بكمية معينة ثم تجزئتها للحاسب الآلي مرة واحدة هي طريقة التجزئة. تجميع بيانات بكمية معينة ثم تجزئتها للحاسب الآلي مرة واحدة هي طريقة التجزئة. ألف المباشرة، ب الذاتية، ج العكسية، د المجمعة. يبقى الإجابة الصحيحة المجمعة. هو حتى بيقول إيه؟ تجميع بيانات بكمية معينة، يعني بنشوف بعد ما بنعمل مثلا عمليات دي نجمعها خلال فترة معينة، مثلا في نهاية يوم مثلا على سبيل المثال، أو في نهاية أسبوع، ويتم بعد كده تغذيتها للحاسب الآلي مرة واحدة، يبقى ده اللي هو التغذية الإيه؟ المجمعة. لما في تغذية المباشرة اللي هي بن إيه؟ بنسجل البيانات والمعاملات أو العمليات التي تتم أولا بأول أبطو دي الزمبيون. تمام. تتمثل خصائص المعلومات المحاسبية الرئيسية في، تتمثل خصائص المعلومات المحاسبية الرئيسية في. يبقى لو نفتكر خصائص المعلومات المحاسبية كنا قلناها كان في الفصل الأول لما قلنا الخصائص دي، هناك خصائص رئيسية، وكل خاصية من الخاصيتين الرئيسيتين لكي تتحقق لابد أن يتوافر خصائص فرعية، وبالإضافة طبعا كل واحدة لها ثلاث خصائص فرعية، وبالإضافة إلى الخصائص الرئيسية والفرعية فهناك خصائص ثانوية. طبعا القصة دي كلها تناولناها وقلناها. هو هنا السؤال بيقول ايه بقى؟ تتمثل خصائص المعلومات المحاسبية الرئيسية، بنحط تحتها خطين نخلي بالنا عشان ايه ما يخدعناش في السؤال. يبقى تاني، تتمثل خصائص المعلومات المحاسبية الرئيسية في، ألف الملائمة والصدق في التعبير والوضوح، ب الملائمة وإمكانية الاعتماد على المعلومات، ج القابلية للمقارنة والثبات والصدق، د الوضوح والبساطة والملائمة. يبقى الإجابة الصحيحة تمام، ب الملائمة وإمكانية الاعتماد على المعلومات، لأن دول الخاصيتين الرئيسيتين. طيب السؤال اللي بعده، خاصية تتطلب ملائمة نظام المعلومات المحاسبية للبيئة التي يعمل فيها. يعني السؤال، خاصية تتطلب ملائمة نظام المعلومات المحاسبية للبيئة التي يعمل فيها، ألف الواقعية، ب الاقتصادية، ج العلمية، د التوقيت المناسب. الإجابة الصحيحة هي الواقعية. طيب
تمثل المسار الذي يسلكه المستند منذ إعداد أو استلام الشركة له حتى يتم حفظه. ألف الدورة المحاسبية، ب الدورة الحسابية، ج الدورة المستندية، د الدورة الدفترية. الإجابة الصحيحة هي إيه؟ الدورة المستندية. تمام. يمكن تقسيم المراجعة إلى إلزامية واختيارية، وذلك من حيث ألف جهتها، ب توقيتها، ج حتميتها، د حدودها. الإجابة الصحيحة تبقى من حيث إيه؟ يقول إلزامية واختيارية، يبقى من حيث حتميتها، يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ حتميتها. مدخل يتجنب القصور الذي يعاني منه المدخل التحليلي بالنظر إلى النظام كوحدة واحدة. لما عدنا نشرح ونتناول جزئية المدخل النظم والمدخل التحليلي، وإن مدخل النظم بينظر إلى النظام كأجزاء متكاملة مترابطة متفاعلة مع بعضها البعض، ولا يمكن دراسة أي جزء إيه بصفة مستقل. أما المدخل التحليلي فهو بينظر إلى النظام، أي نعم بيتكون من أجزاء، ولكن يمكن النظر إلى دراسة كل جزء بصفة مستقلة. وطالما درسنا كل جزء كأننا درسنا النظام. عشان كده قلنا إن هناك إن مدخل النظم يعالج ويتجنب القصور الذي يعاني منه المدخل الايه؟ التحليل. هو هنا السؤال بقى بيقول ايه؟ مدخل يتجنب القصور الذي يعاني منه المدخل التحليلي بالنظر الى النظام كوحدة واحدة. لسه ايه؟ انا بشرح اهو. هو بيقول الاختيارات ايه؟ الف المدخل السلوكي، ب المدخل الاحصائي، ج المدخل النظم، د الاقتصاد. يبقى الاجابة الصحيحة ايه؟ مدخل النظم. تمام. طيب إذا كان عدد النظم الفرعية 5 أنظمة، فإن عدد العلاقات المتبادلة تكون ألف 8، ب 6، ج 10، د 15. تاني سؤال، إذا كان عدد النظم الفرعية 5 أنظمة، فإن عدد العلاقات المتبادلة كام؟ تمام، إجابة صحيحة، يبقوا كام؟ 10. ممكن يجيب نفس السؤال في صيغة ايه؟ صح او خطأ. ازاي؟ نفس الصيغة. اذا كان عدد النظم الفرعية 5 أنظمة، فان عدد العلاقات المتبادلة تكون 10. الف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. وفي هذه الحالة يبقى الاجابة العبارة صحيح. طيب، بمناسبة الاسئلة صح او خطأ، تتوقف قيمة المعلومات على كميتها وجودتها. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. تمام، إجابة صحيحة، العبارة صحيحة. طيب، نقط هي عملية استخراج البيانات المخزونة لإجراء مزيد من عمليات التشغيل عليها أو لتحويلها إلى معلومات مفيدة. ألف تحقيق البيانات، ب تخزين البيانات، ج تحديث البيانات، د استدعاء البيانات. الإجابة الصحيحة تبقى هي ايه؟ استدعاء البيانات. طيب، السؤال اللي بعده، ليس من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم النظام الجديد. ألف نوعية وطبيعة المستندات وإجراءات المراجعة المطلوبة. ب درجة المركزية التي يتضمنها النظام. ج استخراج البيانات المخزونة لإجراء مزيد من عمليات التشغيل عليها. د مدى ضرورة استخدام الحاسب الآلي في النظام الجديد. يبقى الإجابة هي تمام، ج استخراج البيانات المخزونة لإجراء مزيد من عمليات التشغيل عليها. ليس من أسباب تطوير نظم المعلومات المحاسبية. ليس من أسباب تطوير نظم المعلومات المحاسبية. ألف تغير بيئة المشروعات. ب التطورات التكنولوجية. ج وجود قصور في نظم المعلومات الحالية. د تحويل وترجمة البيانات إلى أرقام وقوائم إجمالية. احنا قلنا اسباب تطوير نظم المعلومات هما 3 حاجات رئيسية، اللي هما عبارة عن ألف وبيه وجيم، اللي هي ايه؟
تغير بيئة المشروعات، طبعا كان كذا حاجة، والتطورات التكنولوجية، ووجود قصور في نظم المعلومات الحالية، دي الأسباب. إنما إيه تحويل وترجمة البيانات دي؟ يبقى كان الإجابة هنا إيه؟ ليس من أسباب تطوير نظم المعلومات المحاسبية، تبقى الإجابة تحويل وترجمة البيانات إلى أرقام وقوائم إجمالية. تمام. ليس من قواعد وأسس الضبط الداخلي، ليس من قواعد وأسس الضبط الداخلي، ألف تحديد الاختصاصات، به التأمين على الأصول، جيم الرقابة الحدية والمزدوجة، دال الاستعانة بخبير هندسي عند مراجعة القوائم المالية. ده الإجابة الصحيحة، الاستعانة بخبير هندسي عند مراجعة القوائم المالية. تمام. دراسة جدوى تتناول تحديد مدى قدرة تشغيل النظام عمليا وقدرته على القيام بالوظائف المسندة إليه. ألف القانونية، به الفنية، جيم الزمنية، دال التشغيلية. تمام، وهي الإجابة الصحيحة تبقى إيه؟ التشغيلية. نقط هو مدخل يتناسب مع فلسفة المركزية في التشغيل، ويهتم باستيفاء احتياجات الإدارة العليا أولا. ألف التصميم من أسفل إلى أعلى، ب التصميم بالتجزئة ثم التجميع، ج التصميم من أعلى إلى أسفل. من دول مدخل يتناسب مع فلسفة المركزية في التشغيل. طب انا متلخبط يا دكتور، مش فاهم يعني. طب نكمل كده مع بعض. ويهتم باستيفاء احتياجات مين؟ الإدارة العليا اولا. طالما الإدارة العليا اولا يبقى بيبدأ من فوق، طب بيبدأ من فوق ثم وهو نازل على تحت، يبقى بيبدأ من اعلى الى يبقى اذا هو مين؟ التصميم من اعلى الى ايه؟ الى اسفل. تمام. انما التصميم من اسفل الى اعلى ده معناه انه بيهتم باستيفاء احتياجات مين؟ الإدارة الدنيا اولا، لان احنا عندنا ثلاث مستويات في الايه؟ في الإدارة. تمام. نقط هي عناصر تؤثر في النظام ويصعب التحكم فيها. ألف دورة النظام، ب بيئة النظام، ج حياة النظام، د جودة النظام. الإجابة الصحيحة تبقى ايه؟ تمام، بيئة الايه؟ بيئة النظام. طيب السؤال التالي، صح او خطأ تشكيل الحسابات؟ تشكيل الحسابات يقصد به اعطاء رموز معينة للحسابات. الف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. لا العبارة خطأ طبعا، لان المفترض اللي مش تشكيل الحسابات اللي يقصد بيها طار رموز معينه للحسابات، اللي مقصود بذلك مين؟ ترميز الحسابات. يبقى ترميز الحسابات هو الذي يقصد به اعطاء رموز معينه للايه؟ للحسابات. طيب خاصيه بتعني الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات المتاحه. الف الفعاليه، ب الاقتصاديه، ج العلميه، د الكفاءه. تمام، الكفاءة. لما عدنا نقول هناك فرق ما بين الكفاءة والفعالية، فالكفاءة بتعني العلاقة ما بين المدخلات اللي هي عبارة عن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. أما الفعالية فبتعني تحقيق الإيه؟ تحقيق الأهداف. لما عدنا نفكركم، لما عدنا نتكلم نقول لو في مباراة كرة القدم ما بين فريقين، المنتخب المصري والمنتخب السعودي، وده لو فاز فده لو لعب كويس لكن ما فازش وهكذا، وعدنا نوضح الفرق. فعشان كده الفعالية بترتبط بالمخرجات اللي هي تحقيق الايه؟ الاهداف. انما الكفاءة ترتبط بالمدخلات اللي هي الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات المتاحة. القابلية للتحقق يقصد بها ارتكاز المعلومات المحاسبية على قواعد وأسس قياس موضوعية. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. تمام، العبارة صحيح. نقط تتأثر بكل من الاقتصادية والأهمية النسبية ومستخدميها.
كنا قلناها في الفصل الأول لو نتذكر، لما قلنا إيه العنوان بتاعنا؟ جودة المعلومات المحاسبية تتأثر بثلاثة عناصر، ألا وهي الاقتصادية والأهمية النسبية ومستخدميها، لو مستخدمي المعلومات المحاسبية اللي هم اليوزرز. يبقى تاني، يبقى معنى كده اللي تتأثر بالاقتصادية والأهمية النسبية ومستخدميها مين؟ فهو جيب لي اختيارات: أ جودة المعلومات المحاسبية، ب نوعية المعلومات المحاسبية، ج مستخدمي المعلومات المحاسبية، د كمية المعلومات المحاسبية. يبقى الإجابة الصحيحة جودة المعلومات الإيه؟ المحاسبية. الإجابة الصحيحة. خاصية بتعني ضرورة مراعاة النظام لمجموعة المتغيرات السلوكية التي تحكم العنصر البشري الذي يعد جزءا أساسيا من النظام. ألف الواقعية، ب الشمول، جيم العلمية، دال القبول. فعلا الخاصية الأخيرة هي خاصية مين؟ القبول. تمام. طيب، خاصية يقصد بها مساعدة مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاته السابقة. تاني، خاصية يقصد بها مساعدة مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاته السابقة. ألف الشمول، ب التوقيت المناسب، ج التغذية العكسية، د القدرة التنبؤية. الإجابة الصحيحة هي التغذية الإيه؟ العكسية. تمام. إعداد مستندات وصفية للنظام ككل، بيعني توثيق النظم. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. تمام، العبارة صحيح، يبقى إعداد مستندات وصفية للنظام بيعني توثيق الإيه؟ النظم. نفس السؤال ده ممكن نجيبه في شكل اختيار من متعدد. إزاي؟ نقوم قايلين سؤال بصيغة أخرى: إعداد مستندات وصفية للنظام ككل، بيعني أ توثيق النظم، ب تحليل النظم، ج تخطيط النظم، د تصميم النظم. يبقى الإجابة تبقى إيه؟ توثيق النظم. أنا بس أوريكم السؤال ممكن يجي بأكثر من إيه؟ من أسلوب، عشان نبقى متعودين وعارفين، مفيش مشكلة خالص. طيب، خاصية تعني أن النظام يجب أن يحتوي كافة أوجه النشاط بالشركة. طب نقول الاختيار من متعدد: ألف الوضوح، ب الاقتصادية، ج العلمية، د الشمول. يبقى الإجابة مين؟ الشمول. المدخلات الإحلالية هي مدخلات لازمة لاستمرار النظام وقيامه بتأدية وظائفه. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. طبعا مفترض المدخلات اللازمة لاستمرار النظام وقيامه بتأدية وظائفه، لما كنا قسمنا المدخلات إلى ثلاث أنواع، لما قلنا في مدخلات إيه؟ ها؟ أساسية، ومدخلات إحلالية، ومدخلات بيئية. يبقى هنا بناء على كده هو بيقول المدخلات الإحلالية هي مدخلات لازمة لاستمرار النظام وقيام بتأدية وظيفته. يبقى العبارة إيه؟ العبارة خطأ. يبقى العبارة خطأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتنا أسماء، والله أسماء، وما فيش حد موجود بصراحة، يعني أنا استغربت إن إيه؟ إن ما حدش موجود اليوم يعني. انا بادئ في الموعد، موعدنا اللي احنا متفقين عليه، الموعد تغير؟ لا ما تغيرش. اليوم ونص؟ لا، والمفترض أربعة. والله يبقى ممكن، معلش، لا والله ممكن يكون لو الخطأ مني ولا حاجة برضو جل ما لا يسوى، يعني أنا معرفش، بس أنا
مفيش مشكله ما تقلقوش خالص. انا عمال برضو عشان بس ما تقلقوش. والله توقعت ان لما انا ما لقيتش حد قلت اكيد في يعني اكيد يعني مشكله ولا حاجه لا قدر الله يعني. انا عمال بس عشان بس برضو تبقى بستعرض معاكم مجموعه من الاسئله كمراجعه عامه وشامله على المقرر. فكل اللي بقوله حاجات بسيطه وسهله ما تقلقوش. حتى يمكن الاسئله العملي ما رضيتش اقولها قلت هقولها في الايه؟ في الاخر ان شاء الرحمن. تمام؟ فاللقاء متسجل وهترجعوا له ان شاء الرحمن. ولو في اي مشكله معاكم زي ما قلت لكم كده ما تقلقوش، معاكم ان شاء الرحمن وحاضر مجرد تكتبوا على المنتدى اي حاجه لا قدر الله يعني هتقولي حاضر معاكم ان شاء الرحمن. تمام؟ طيب نكمل الاسئله. نقط هي مجموعة حقائق خام غير فاتنا كام سؤال. والله اسمع انا مش محدد بصراحة يعني، انا بقول مجموعة اسئلة كتير يعني واكيد هتبقى مهمة برضو ان انتوا ترجعوا لها يعني، فما تقلقيش كلها اسئلة انا متأكد تماما يعني ان شاء الرحمن ان انتوا هتبقوا عارفين الاجابة عنها كمان يعني، فما تقلقوش بس ارجو ان انتوا ترجعوا لها يعني. تمام؟ ربنا يحفظكم يا رب. نقط هي مجموعة حقائق خام غير مرئية ولا يمكن استخدامها على حالتها لحل مشكلة معينة أو اتخاذ قرار معين. طب من غير ما اختار أنا بقى، من غير ما أقول لكم الاختيارات أنتوا اللي هتجاوبوا. تاني السؤال، هي مجموعة طبعا بيقول نقط يعني، هي مجموعة حقائق خام غير مرئية. تمام؟ اسمع جاوب تاني خلاص. ما هو لو انا مذاكر المفترض تبقى الامور بالنسبه لي سهله، هو هنا مديني اختيارات ايه بقى؟ يبقى اقول السؤال تاني، نقط هي مجموعه حقائق خام غير مرئيه ولا يمكن استخدامها على حالتها لحل مشكله معينه او اتخاذ قرار معين. الف المعلومات، ب القرارات، ج نظم المعلومات، د البيانات، يبقى الاجابه الصحيحه الايه؟ البيانات. تمام. نمط تحول وفقا له يتم اختبار سلامة وكفاءة اسلوب التشغيل المقترح اثناء تشغيل الاسلوب القائم. الف الفوري، ب التدريجي، ج المتوازي، د الافقي. تمام، ممتاز صبر، يبقى الاجابة الصحيحة المتوازي. طيب خاصية بتعني إمكانية تقسيم النظام إلى أجزاء أو نظم فرعية كما يمكن تقسيم كل جزء إلى أجزاء فرعية أدنى. ألف الترتيب العنقودي، ب الترتيب الهرمي، ج الترتيب الأفقي، د الترتيب التصاعدي. تمام، ممتاز أهو، يبقى الإجابة صحيحة الترتيب الهرمي. يمكن تقسيم المراجعة من حيث جهتها إلى مراجعة أ إلزامية واختيارية، ب داخلية وخارجية، ج نهائية ومستمرة، د كاملة وجزئية. تمام، ممتاز، يبقى الإجابة الصحيحة داخلية وإيه؟ وخارجية. طبعا نخلي بالنا من صيغة السؤال برضو عشان إيه أبنائي وبناتي الأعزاء، ممكن هو جايب السؤال في صيغة إيه؟ صح وخطأ، عشان بس تعودوا على نمط الإيه؟ الأسئلة يعني، فما تبقاش أسئلة غريبة عليكم في الاختبار إن شاء الله الرحمن. يعني ممكن نقول ايه؟ بيتم تقسيم المراجعة من حيث جهتها إلى مراجعة إلزامية واختيارية، ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ، يبقى هنا العبارة إيه؟ خطأ، لأن المفترض إن هي إيه؟ داخلية وإيه؟ وخارجية، فأنا بس عايزكم تخلي بالكم من جزئية إيه؟ إن ممكن السؤال يجي اختيار من متعدد أو صح وإيه؟ وخطأ. تمام؟ طيب. نقول سؤال؟ نقط هي عملية استخراج البيانات المخزونة لإجراء مزيد من عمليات التشغيل عليها أو لتحويلها إلى معلومات مفيدة. ألف تخزين البيانات، ب رقابة البيانات، ج تحديث البيانات، د استدعاء البيانات. تمام، إجابة صحيحة، يبقى فعلا د هي استدعاء البيانات. طيب نقول سؤال تاني.
ده انا قلته. عملية تنتهي بتوصيات محددة، اما بتعديل النظام او احلاله بنظام اخر اكثر فعالية. الف تخطيط النظم، ب تحليل النظم، ج تطوير النظم، د تنفيذ النظم. تمام، ده ممتاز. يبقى الاجابه صحيحه تحليل الايه؟ تحليل النظم. طيب قلنا اسلوب الرقابه ده قبل كده، وقلنا امن المعلومات، وقلنا تجميع البيانات. مخرجات تمثل مدخلات للبيئه المحيطه بها، مخرجات تمثل مدخلات للبيئه المحيطه بها. الف نهائيه، ب ارتدادية، ج اساسية، د احلالية. يبقى تمام، نهائية صح. الاقتصادية تعني ان التكلفة مقارنة بالعائد تكون الف متساويان، ب اكبر، ج اقل. تمام. بالمناسبه ده من ضمن الاسئله مثلا ان ايه اللي فاتتكم، كنت انا قايله بصيغه اخرى مختلفه عنه، اهو اجيب نفس الصيغه اللي قلتها. يبقى تاني السؤال ليه بقى متساويان؟ ليه بقى؟ ثانيه واحده، مين ربي ابو عافيه؟ لا، ازاي بقى متساويان؟ ها تاني نقول الصيغه تاني؟ طيب من غير الصيغه اصلا، يعني من غير ما ايه ما نقرا الصيغه. احنا المفترض اتفقنا لما جينا نتكلم عن قياس قيمه المعلومات، ها مش قلنا يجب ان يكون العائد، وقعدت اكد عليه اقول يجب وجوبيه، لو رجعت حتى اللقاء في الامريكا تلاقي نفس طريقه الشرح. يبقى معناها وجوبيه، اه يجب ان يكون العائد اكبر من ها التكاليف اللي المنشاه هتتحملها في سبيل الحصول على المعلومات. انا بشتري حاجه، ده اي حد فينا بيعملها في حياته. يعني لو انا رايح اشتري قلم بنص ريال او بريال، منطقي الاربع المتوقع ايه؟ والله ده انا هشتغل بيه واكتب بيه واعمل كذا وكذا، اه يبقى العائد اللي هيجي من وراه المفروض يكون اكبر من الريال، مش كده ولا ايه؟ صح؟ بشتري سياره هدفع فيها 50 ولا 70,000 ريال ولا 80,000 ريال؟ اه ما اكيد والله ده هتريحني وكذا، وتروح للصيانه كل شويه ومش عارف كذا ومشاويري، وبدل ما اجيب تاكسي واجيب كذا وكذا. يبقى معنى كده لازم تجيب لي العائد بمنتهى البساطه، ما انا ممكن ما اجيبش سياره. طب تمام، وقعدت مدتها خمس ست سنوات، طب وبعدين؟ في كل سنه صرفت اركب بقى مواصلات، شوف صرفت فيها قد ايه؟ طب لو جبت سياره لا كنت هتوفر. اه يبقى معناها اي واحد فينا، ده فعلا على فكره اي حد بيطبقها في حياته. الواحد لما بيجي يشتري بدله، حتى بدله، ده البدله دي انا هلبسها، اه ده جديده، ده اروح بيها فرح، لا ده في مناسبه كذا، اروح بيها الجامعه، ده هلبسها كام مره، مش عارف ايه. وتلاقي ذهنك وعقلك الباطن بيشتغل عشان تشوف العائد اللي هيجي من وراها اكبر من الفلوس اللي انت هتدفعها، مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان المفترض بالنسبه للمعلومات اي شركه، المعلومات يجب ان تكون القيمه اكبر من مين؟ من ايه؟ من التكاليف اللي هتدفعها. عشان كده انا قلت الصيغتين، او الصيغه انا لسه قايلها اهو من شويه، قلنا الاقتصاديه تعني ان العائد مقارنه بالتكلفه. العائد مقارنه بالتكلفه يبقى لازم يكون اكبر. مش كده ولا ايه؟ ايوه تمام، ربنا يكرمك اهو، الجواب اهو صح. طب الصيغه الثانيه ايه بقى؟ هي فين الصيغه؟ ايه الاقتصاديه تعني ان التكلفه مقارنه بالعائد. الف ايوه، الله ينور عليكم، خدتوا بالكم من الصيغه اهو، لان انا ممكن انا في عندي اختبار فصل اختبار بديل اجيبها هنا بشكل وهنا بشكل ثاني خالص، ايه المشكله؟ فمش عايزين نبقى حافظينها. اه هي المفترض القاعده ايه؟ العائد اكبر، العائد اكبر، فما تقولها العكس، يبقى معناها ان ايه؟ ان التكلفه هي الاقل. تمام؟ ماشي. طيب الشكل الرسمي للمخرجات وعدم وجود مسار للمراجعة تعد من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تحديد مواصفات التصميم لنظام المعلومات المحاسبي. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. لما قلنا في هناك ضوابط يجب مراعاتها عند تحديد مواصفات التصميم. لا، اعيد السؤال تاني. ايوه كده، لا ده ليه؟ نقول تاني السؤال، الشكل الرسمي للمخرجات
وعدم وجود مسار للمراجعة تعد من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تحديد مواصفات التصميم لنظام المعلومات المحاسبة. اطلعها لكم اقول لكم دي موجودة صفحة كام بالظبط في الكتاب كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ذكرني. الفصل الرابع تقريبا على ما اظن في الفصل الرابع تقريبا. وانا هيبك هناك. الحمد لله على السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهي. قلنا الضوابط دي عبارة عن ايه? الشكل الرسمي للمخرجات. ثانيا مسارات المراجعة. تمام? كنت عايز اجيب لكم الباقي فين بقيته? هتقعدوا ترحبوا ببعض يعني? ماشي نبعت نجيب لكم بقى قهوة وشاي وحاجة ساعة ونظبطكم وغدا كمان يعني. يبقى معنى كده في النهاية ان العبارة ايه? العبارة صحيح. طيب. ارجع تاني عشان عايز ادخل بقى في العمل بصراحة. كفاية كده اسئلة ايه? على حضراتكم. قلنا ايه ليس من قواعد واسس الضبط الداخلي? قلنا لا نقول. ليس من قواعد واسس الضبط الداخلي. ليس من قواعد واسس الضبط الداخلي. ألف الاستعانة بخبير هندسي عند مراجعة القوائم المالية بالرقابة الحدية والمزدوجة جيم تحديد الاختصاصات دال التأمين على الأصول. يلا هنال. أيوة كده ممتاز صح تمام. طب سؤال اللي بعده. خاصية يقصد بها عدم وجود اي تغيير مقصود في المعلومات بغرض التأثير على سلوك مستخدم المعلومات. تاني سؤال. خاصية يقصد بها عدم وجود اي تغيير مقصود في المعلومات بغرض التأثير على سلوك مستخدم المعلومات. الف القابلية للتحقق به القابلية للمقارنة جيم الحيادي وعدم التحيز دال الصدق والانتظار. ها ابناء الاعزاء. اعيد تاني. حاضر. خاصية يقصد بها عدم وجود اي تغيير مقصود في المعلومات بغرض التأثير على سلوك مستخدم المعلومات. اي تمام. اعزاني اجاوب تاني. يبقى فعلا هو هنا بيقول ايه بقى? الف القابلية للتحقق. ب القابلية للمقارنة. ج الحيادي وعدم التحيز. د الصدق والانتظار. يبقى الاجابة صحيحة ايه? الحيادي وعدم الايه? التحيز. طيب سؤال سهل كده. عملية ادارة البيانات. عملية ادارة البيانات. تتكون من كم خطوة? انا ما قلتش السؤال على فكرة بس انا بسألكم ما سؤال. عملية ادارة البيانات. هل تتذكروها? تمام. الله ينور عليك. والله بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظك. يبقى فيها ثلاث خطوات. هو السؤال ده بيقول ايه? عملية ادارة البيانات تتكون من اربع خطوات. الف العبارة صحيح في العبارة خطأ. يبقى العبارة خطأ. ليه? لان هما ثلاث خطوات. طبعا لو انا هنا في الجامعة بقى لازم ما يقوليش خطأ ويسكت. لا. لازم هو والبركوة. فيقول العبارة خطأ. لانهم عبارة عن ثلاث خطوات. ما مش ثلاث خطوات بس. ده لازم كمان ايه? يقول لي هم فهي عبارة عن اللي هي التخزين والتحديث والاستدعاء. مش كده ولا ايه? طبعا ده موجود اعتقد في الفصل الثاني على ما اتذكر. هتلاقوه تقريبا صفحة تقريبا حاجة 40. ممكن 44 45 على ما اظن يعني. طيب. يمكن تصنيف النظم على اساس النشأة الى تاني. يمكن تصنيف النظم على اساس النشأة الى الف بسيطة ومعقدة ب مفتوحة ومغلقة ج رسمية ومحددة د طبيعية وصناعية. مفيش غير دانية اللي جاوبت صح. يبقى ايه? ربي ابو عافية خطأ ومين تاني? وهنادي خطأ وصار خطأ. يبقى تتبرعوا كل واحد يتبرع بالرياش. يلا. عشان ده سؤال سهل. كان. لا هتتبرع بالرياء. ان شاء الرحمن.
طيب نقول السؤال تاني، يمكن تصنيف النظم على اساس النشأة؟ على فكرة ده اول حاجة المفروض موجودة ليها في انواع النظم او تقسيمات النظم، موجود حتى شكل موجود كده بعد الشرح، انا عامله قبل الشرح عامل ايه رسمه ليها كده مش كده ولا ايه؟ لما قلنا ايه اول حاجه على اساس النشاه نشاه النظم، وقلنا ساعتها هناك نظم ها من صنع المولى عز وجل فهي نظم طبيعيه، وهناك نظم من صنع البشر فهي نظم صناعيه، يبقى على اساس النشاه يبقى نظم طبيعيه ونظم صناعيه، يبقى هو ده الاختيار الصحيح. تمام؟ لا على اساس العلاقه البيئيه يا هنادي تبقى ايه؟ مفتوحه ومغلقه. تمام؟ يبقى انا السؤال بيقول ايه؟ يمكن تصنيف النظم على اساس النشاه، نشاتها، مين اللي هينشا النظام ده او النظم دي؟ حاجه من الاثنين يا طبيعيه يا صناعيه، هو بيقول ده الاجابه ايه؟ او الاختيارات الف بسيطه ومعقده، ب مفتوحه ومغلقه، ج رسميه ومحدده، د طبيعيه وصناعيه، يبقى الاجابه الصحيحه د طبيعيه وايه؟ وصناعيه. طيب سؤال كنت انا لسه قايله من شويه قبل ما تدخله بس هقوله بصيغه مختلفه دلوقتي. تتضمن طريقه التغذيه المباشره تجميع عمليات مختلفه ثم تغذيتها الى الحاسب الالي مره واحده. الف العباره صحيح، ب العباره خطا. يبقى دي دلال قالت ايه؟ ألف وهنادي قالت صح. يبقى دانية هم برضو دانية هنخليهم يتبرعوا كمان برياء أهو. تاني هيتخضوا بقى دلوقتي يقولوا يا دكتور أنت هتقلقنا ليه؟ وهتخلينا كده إحنا مذاكرين وكويسين معاك وطول السمستر شغالين معاك بسم الله ما شاء الله. اتحسدتوا ولا إيه دلوقتي؟ هتتبرعوا الأول يا هنادي برياء، قولي إن شاء الله. ها. أيوه أهو. ها. ربي أبو عاسير أهوت بإيه؟ ماشي ما هو ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم. تاني بيقول تتضمن طريقه التغذيه المباشره، مش احنا اتفقنا لما قلنا طرق تغذيه المفترض العمليات للحاسب الالي قلنا هناك طريقتين او اسلوبين، اللي هو في طريقه اسمها طريقه الايه؟ التغذيه المجمعه وطريقه التغذيه المباشره. طريقه التغذيه المجمعه بنعمل ايه؟ بنجمع عمليات مختلفه بتتم خلال فتره معينه ثم تغذيتها للحاسب الالي مره واحده. تمام؟ اسمها ربا. طب خلاص يا اسماء والله حاضر، ما انا والله بس النظر بقى يا اسماء معلش يعني الواحد والله نظره ضعيف والله فالنظاره مش معايا حاليا يعني، وكمان بصراحه الضمه مش موجوده. طب حاضر اوكي خلاص اخطات في الاسم يعني، بس على فكره ممكن ارد عليك برضه اقول لك الاسماء لا تعلل مش كده ولا ايه؟ ايوه ما انا لسه هكمل هنادي اهو، يبقى معنى كده ليه؟ الطريقة المجمعة بنجمع عمليات ونعمل ايه؟ كل اسبوع كل كام يوم مش عارف ايه كل فترة ويتم تغذيتها للحاسب مرة واحدة، انما الطريقة المباشرة يتم تغذية العمليات للحاسب الآلي أولا بأول، أولا بأول. أيوه كده، اقروا المعوذتين، أنتوا كنتوا كويسين طول السمستر والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يكون المعوذتين دلوقتي على طول في سعره بسرعة. ماشي. ندور بقى ونشوف مين اللي دخل معانا النهارده أول مرة ولا حاجة وتبقى دي بقى المشكلة بقى. ربنا يحفظكم يا رب من عيون الناس جميعا يا رب العالمين. يبقى تاني هو هنا في السؤال هنا أنا قلتها على فكرة. لا مفيش مشكلة خالص يا ولا هنا. ما أنا عايزكم تغلطوا هنا عشان في الاختبار ما نغلطش. مفيش مشكلة. أنا عايز بس أجيب لك صورة السؤال اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. ما كنتوش انتوا تقريبا دخلتم لسه اهو. لازم ادور على السؤال وهجيبه اهو ان شاء الرحمن.
عمال ادور عليه بنات الاعزاء مش لاقيه والله، برضه السؤال مش عارف اختفى ولا ايه يعني. طب المهم خلاص، يبقى نرجع للسؤال بتاعنا. يبقى تاني جيب سؤال من ورقة الاختبار مكافأة يعني. والله على فكرة أسئلة الاختبار إن شاء الرحمن أنا متأكد بإذن واحد أحد إن شاء الرحمن من تابع والتزم فعلا معانا باللقاءات الحية وكان بيتابع معانا، حتى مش لازم يكون بيتابع يعني لايف زي ما بيقولوا يعني معانا مباشر يعني، لا بس على الأقل لو حد يعني بينشط ليها باهتمام وبيركز فيها، لأن أنا عايزكم مطالبين باللي أنا بقوله وبشرحه لحضراتكم في هذه اللقاءات. ثقوا تماما بمشيئة المولى عز وجل، فعلا يعني هيبقى إن شاء الله الاختبار في متناول إيديكم جميعا يعني إن شاء الرحمن، ومش بس مجرد يبقى نجاح، لا ويبقى فيه تقدير عالي كمان، أنا متأكد وواثق بمشيئة المولى عز وجل، تمام؟ بس أنا اشترطت وقلت إيه اللي تابع وحضر معايا، عشان كنتوا قلقتوني وخططوني لما أنتوا اتغلطتوا في الأسئلة السهلة دي، لأن أنا عارف إن أنتوا عارفينها والله فعلا يعني، وأنا بأقسم بالله، تمام؟ طيب يبقى تاني، يبقى السؤال تاني. تتضمن طريقة التغذية المباشرة تجميع عمليات مختلفة ثم تغذيتها إلى الحاسب مرة واحدة، يبقى دي المفترض العبارة خطأ. ليه؟ لأن مش دي طريقة التغذية المباشرة. طريقة التغذية المباشرة معناها أن احنا تغذية الحاسب الآلي بالعمليات التي تتم أولا بأول، إنما تجميع عمليات مختلفة وتتم تغذيتها للحاسب مرة واحدة هي طريقة التغذية المجمعة، طريقة التغذية المجمعة. طيب عايز انتقل بقى الأسئلة الايه العملي، عشان برضو يعني من ايه ما نقعدش نتكلم بس في أسئلة نظري وخلاص. كده كل الأسئلة دي قلناها ايه الحمد لله. لقيت السؤال اقوله كنت عايز اقوله لان ما ارتحتش لان ما ادور عليه يعني. تجميع بيانات بكمية معينة، ده انا كنت قلت السؤال ده بس قبل انتم ما تدخلوا على فكرة. تجميع بيانات بكمية معينة ثم تغذيتها للحاسب الآلي مرة واحدة هي طريقة التغذية، نقط. ألف العكسية، ب الذاتية، ج المباشرة، د المجمع. يبقى هي مين؟ ليه بقى يا أمجاد؟ أمجاد جاوبت خطأ، ده احنا لسه عمالين نشرح أمجاد والله، وبرضه رقية جاوبت غلط مش الذاتية. لا حول ولا قوة إلا بالله بنات الأعزاء، هتخلوني أعيد المقرر تاني من الأول. تاني، ابنتنا أمجاد وابنتنا رقية، الإجابة خطأ على فكرة، لأن لا هي لا الذاتية ولا العكسية. هقولها تاني معلش. تاني بص بقول لك ايه، تجميع بيان، لأن أنا لسه شرحها على فكرة، مفيش من دقيقة واحدة بالظبط لما ابنتنا أعتقد هنادي الجواب خطأ. تاني سؤال، تجميع بيانات بكمية معينة ثم تغذيتها للحاسب الآلي مرة واحدة هي طريقة التغذية. أنا بقول بنجمع بيانات بكمية معينة زي عمليات البنك مثلا، عمليات الإيداع اللي بتتم طول اليوم، يقعد اللي قاعد على الشباك مثلا كده يقعد يسجل في الورق، يسجل في الورق عمليات إيداع 1 2 3 بقى حوالي 20 عملية، ويجي يوم جاي التوتال يدخله مرة واحدة على الجهاز. يبقى معنى كده دي عملية تجميع ايه؟ طريقة تغذية مجمعة، طريقة تغذية مجمعة، انما طريقة التغذية المباشرة فهي معناها ان احنا كل عملية بنسجلها على الحاسب الآلي اولا باول. يبقى احنا عندنا طريقتين فقط، اللي هي طريقة التغذية المجمعة وطريقة التغذية المباشرة. المجمعة يبقى بنجمع بيانات بكمية معينة ويتم إدخالها وتغذيتها في الحاسب الآلي مرة واحدة، أما طريقة التغذية المباشرة بيتم تغذية وإمداد الحاسب الآلي بالبيانات وبالعمليات التي تتم أولا بأول أبتدت على طول، تمام؟ مفيش بقى حاجة اسمها طريقة التغذية الذاتية ولا العكسية خالص خالص تماما، يعني دول مش موجودين اصلا.
عشان كده افلاطون لما القيل قالت الذاتيه و ما فيش حاجه اسمها الذاتيه ولا في حاجه اسمها العكسيه نهائي، هم طريقتين اما المباشر اما الايه المجمع. انا قلت بس اقول لكم الايه السؤالين عشان ايه، طبعا السؤال اهو كنا احنا جايبينه في صيغه صح وايه وخطا، اعيده تاني لما اقول ايه تتضمن طريقه التغذيه المباشره تجميع عمليات مختلفه ثم تغذيتها الى الحاسب ها مره واحده، الف العباره صحيح ب العباره خطا. قلنا يبقى الاجابه ايه؟ ايوه تمام كده، يبقى الاجابه خطا. وصلت؟ مفهومه؟ طيب انا عايز انتقل ده بصراحه عشان بس الوقت كده يعني ايه هيبدا يسرقنا ومش عايز اطول عليكم قوي بصراحه عشان لو عندكم مواعيد اخرى ثانيه يعني، فعايز اقول ايه؟ نوعيه الاسئله العملي ناخد برده كده يعني ايه؟ نمر على العمل كله كده ان شاء الله الرحمن سريعا، تمام؟ سؤال العلاقات المتبادله قلتوا على فكره بالمناسبه امجاد. لا قلتوا. بس يمكن بس انتوا ايه؟ عشان لسه داخلين اهو اقول السؤال، حاضر. اذا كان عدد النظم الفرعيه اربع انظمه فان عدد العلاقات المتبادله تكون ثمانيه. الف العباره صحيح، ب العباره خطا. ما هو تمام اسماء صح وهنادي، ما انا مش عايز بقى دي، انا عايز ايه؟ ها؟ انا هنا الصيغه في السؤال ايه؟ لان انا السؤال ده ذكرته مرتين بصيغتين، هذه صيغه اللي هي ايوه يبقى الاجابه خطا. ممكن اجيب بقى الصيغه الثانيه اللي انتوا عايزينها، ايه هي؟ اقول ايه؟ اذا كان عدد النظم الفرعيه اربع انظمه فان عدد العلاقات المتبادله تكون نقطتين وشاط، واجيب اختيارات. قول مثلا ايه؟ الف 8، ب 10، ج 6، د 12. يبقى معنى كده الاجابه الصحيحه هتبقى كام؟ هتبقى 6 مش كده ولا ايه؟ صح؟ انا اعتقد ان انا كنت قلت سؤال عليها كمان تاني بس برقم مختلف على ما اتذكر يعني اهو هجيب لكم السؤال اللي احنا قلناه بالظبط. اهو سؤال نفس الصيغه. إذا كان عدد النظم الفرعية خمسة أنظمة يبقى عدد النظم الفرعية خمسة فإن عدد العلاقات المتبادلة تكون، أنتوا اللي تجاوبوا بقى، أهي سارة جاوب أهو أمجاد جاوب بسم الله ما شاء الله بس كده. أنا جايب بقى الاختيارات إيه؟ ألف 8، ب 6، ج 15، د 10. يبقى الإجابة كام؟ الإجابة د اللي هي 10. واضح؟ طيب سؤال تاني كده سريع. تمثل الركيزة الأساسية في عمليات الرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات. كان صيغة السؤال تمثل الركيزة الأساسية في عمليات الرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات. ألف دليل الحسابات، ب التقارير، ج المستندات، د الدفاتر والسجلات. تمام هناد؟ يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ التقارير هي اللي تعتبر الركيزه الاساسيه في تحقيق عمليات الرقابه وتقييم الاداء واتخاذ الايه القرار. طبعا بالمناسبه بس حتى مش لازم في الاختبار، بس انا كنت شرحت لكم قبل كده ان هناك فرق ما بين تقييم الاداء وتقويم الايه الاداء، وقلنا ان تقويم الاداء عام واشمل لان تقييم الاداء معناه ان احنا بنحدد اسباب الاختلافات واوجه الانحرافات الفعلي عن التقدير، يعني معناها بالظبط كده تشخيص للمرض. مثلا رحنا لطبيب، مثلا طبيب اسنان، ها عمل ايه؟ كشف والله على اسناني، وبعدين قال لي والله عندك اعوجاج يا دكتور في السنه مش عارف كذا، في مشكله في الضرس كذا، متشكرين يا عم الدكتور، خلاص هو ما عملش حاجه. عمل ايه؟ حدد مواطن الخلل او الانحراف اللي هو مواطن الضعف يعني مثلا او القصور، تمام؟ انما لو اقترح سبل العلاج ايوه يبقى هيعمل حاجه اسمها تقويم. علشان كده دايما تفتكروا على طول لما اي حد سالكم ان بناتنا وابنائنا واخواننا كلهم لو حد فيه ها في اسنان وفيها مثلا مشكله ولا حاجه لا قدر الله، بنتي لما راحت لطبيب الاسنان فاستخدمت فتره كده جهاز اسمه جهاز ايه ده؟ اسمه تقييم ولا تقويم؟ الناس اللي في الشارع البسيطه اللي مش متعلمه يقول لك احنا رحنا لطبيب الاسنان وعمل ايه؟ ها استخدم تقويم للاسنان، تقويم مش كده ولا ايه؟ ما اسموش جهاز تقييم، اسمه تقويم. ليه بقى؟ لان معناها ان التقويم ده حددنا اوجه الخلل فين واقترحنا طريقه العلاج وتم استخدامها حتى يتم معالجه هذا الايه؟ هذا الخلل او الضعف الموجود. طيب
قلنا مخرجات تمثل مدخلات للبيئة، خلاص دي اللي هي الايه النهائية. قلنا هنا كمان لا تقريبا كده قلنا ايه غطينا كل حاجة يعني. طب نقول سؤال كده عشان لو ايه حد يقول ده صعب ولا حاجة. اسلوب يتطلب من المراجع، اسلوب يتطلب من المراجع ان يحتفظ بنسخة من البرامج التي تتم تشغيل البيانات وفقا لها، ويتم تشغيلها من وقت لآخر على البيانات الفعلية وتحليل الاختلافات والفروق ان وجدت. الف التشغيل المتزامن، ب بيانات الاختبار، ج التشغيل تحت رقابة المراجع، د المحاكاة المتوازية. تحت الرقاب وتحت رقابة الايه المراجع فيها صعوبة. طيب نجيب سؤال تاني على نهين اي جزئية فيها. طيب لو قلنا اسلوب يتضمن استخدام برنامج او اكثر من برامج التشغيل في تشغيل بيانات ملف حقيقي، وفي نفس الوقت اعداد برامج تماثل نفس البرامج الاصلية. وجبت نفس الاختيارات اللي هي ايه التشغيل المتزامن، وبه بيانات الاختبار، جيب التشغيل تحت رقابة المراجع، دال المحاكاة المتوازية. اعيد السؤال مرة تانية. ها اسلوب يتضمن استخدام برنامج او اكثر من برامج التشغيل في تشغيل بيانات ملف حقيقي، وفي ذات الوقت اعداد برامج تماثل نفس البرامج الايه الاصلية، ثم اجراء مقارنة بين النتائج المتولدة من تشغيل ها كل منها. تمام كده اسماء؟ يبقى اللي هي الايه المحاكاة المتوازية. تمام، عشان بس انا كنت متوقع ان السؤال صعب ولا حاجة فقلت ايه اقوله. طيب تتمثل وظيفة خرائط تدفق المستندات، تتمثل وظيفة خرائط تدفق المستندات في ألف تتبع التدفق الفعلي للمستندات من بدايتها حتى تخزينها، ب مساعدة مصممي البرامج في إعداد برامجهم وتصميمها وتنفيذها، ج تدفق البيانات وسبل تشغيلها وتخزينها، د تصميم نظم جديدة للتحل النظام الموجود فعلا. هنادي قال الجيم. انا قلت الف تتبع التدفق الفعلي للمستندات تصميم نظم، يبقى دي اسماء وهنادي. ريال على طول يا اسماء انت وهنادي، وتعدوا العداد يشتغل عشان تقولوا لي الاجمالي في النهاية عشان اتبرع بيهم انا كمان. ماشي يا رضا. تاني نقول السؤال، عارف فيروز شهد عليكم ايه؟ تتمثل وظيفة خرائط تدفق المستندات من اسمها اهي خرائط تدفق المستندات، يبقى معناها هنشوف الصيغة اللي فيها خرائط نشوفهم بقى واحدة واحدة. تاني تتمثل وظيفة خرائط تدفق المستندات في ايه؟ ألف تتبع التدفق الفعلي للمستندات من بدايتها حتى تخزينها. هنادي خدت بالها وجاوبت اهي، انا ما كملتش. رقم ب قلت ايه؟ مساعدة مصممي البرامج في اعداد برامجهم وتصميمها وتنفيذها، ملهاش لازمة خالص. ج تدفق البيانات وسبل تشغيلها وتخزينها، ملهاش لازمة. تصميم نظم جديدة ها لتحل محل النظم الايه الموجودة فعلا، يبقى ملهاش لازمة. يبقى كان هي الاولانية يا هنادي صح، بس برضه هتتبرع جريان قول ان شاء الله.
يا دكتور كده دفعنا كتير يا دكتور كده من اول السمستر، هتبص هتلاقينا كل واحده هتتبرع بخمسه سته ريال ولا حاجه، ودي هتبقى مشكله كده يا كبيره. ربنا يحفظكم يا رب. طيب انتقل بقى لايه؟ لاسلوب بقى تاني من الاسئله ونمط مختلف اللي هو الايه؟ عشان كده تمام. امال لو صايمه هناك هتعملي ايه يعني؟ امال لو صايمه هتعملي ايه؟ كانك صايمه يعني. المفروض بكره انا بذكركم وبذكر نفسي طبعا، غدا الخميس بمشيئه المولى عز وجل احد المشايخ، لان الناس كانوا بيسالوه يعني ان هل في شهر رجب يعني المفترض نكثر من اعمال الخير والصيام و و و الى اخره، يعني ان الناس تختصوا بسمات معينه وعبادات خاصه يعني. فلهم ان شهر رجب زيه زي اي شهر، لان المفروض يعني ان رب رجب هو رب الشهور كلها، مش كده ولا ايه؟ لكن بتبقى يعني حاجه يعني حاجه نفسيه كده، ان الواحد دايما يعمل زي ايه، بيدرب نفسه زي لعيب الكوره لما بيجي ينزل كده المفترض مش بيسخن، او السياره كده لما بيجي يدور السياره كده. يمكن انا من النوع القديم شويه كده، ما بحبش انا ادور سياره وامشي على طول. يا دكتور ده السيارات الجديده المفترض ما فيش مشكله. يا عم الحاج انت وهي ربنا يكرمكم، ما تخلي السياره تسخن كده، دي ايه المشكله يعني؟ يعني معناه ان انا برضو بعمل كده يعني. فلو احنا صايمين هل بنخش على طول على اللحوم وهو الى اخره مثلا؟ مش المفترض بنسخن كده الاول نشرب عصير او ميه او تمر او كذا يعني المفترض يعني؟ فيبقى معناها ان احنا ايه؟ بنستعد يعني وبنسخن عشان شهر رمضان. ربنا يبلغنا واياكم يا رب والمسلمين اجمعين شهر رمضان ونحن في اتم الصحه وافضل الحياه يا رب العالمين، وينصر الاسلام والمسلمين في كل بقاع الدنيا اللهم امين. فيعني يبقى مجرد بس ان احنا على الاقل في خصوصا في شهر رجب كده. طبعا انما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شهر شعبان اكثر ما يصوم، ها في شهر ايه؟ في شهر شعبان. فالمفترض ان هو قدوه واسوه لنا جميعا يعني. بمناسبه القدوه يعني، هو نقول الرسول قدوه ولا اسوه؟ ها يلا ربا سؤال ليكي بقى، والهنادي برضو كمان اسوه، ليه ما نقولش قدوه؟ هي رقيه قالت قدوه، هل هناك فرق ما بين القدوه والاسوه؟ عشان تجاوبي صح تذكري الايه القرانيه، ها ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله، ها الايه بتقول ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طب ليه يا عم الشيخ انت هو ما يعني ربنا ما قالش قدوة حسنة يعني؟ يعني والقرآن حاشا لله يعني، ده اكيد طبعا يعني كل الكلام اللي فيه يعني البشرية كلها بتتعلم منه يعني. بالمناسبة بس عشان تعرفوها يعني من باب العلم بشيء، اما اقول الدكتور احمد ممكن اجي اسال اسماء او ربا او رقيه او اي حد او سام او اي حد، والله الدكتور احمد ده قدوه ليا في طريقه شرح، ده قدوه ليا. يبقى لا على فكره ثلاثه اربعه يقولوا طريقه شرحه كويسه، وخمسه سته يقولوا لا طريقه شرحه مش عجباني، لا لبسه بطريقه لبسه بتعجبني، 10 مش يقولوا لا طريقه لبسه ما بتعجبناش، تعامله مع الطلاب 20 هيقولوا كويس وخمسه يقولوا لا مش كويس، لا خطه كويس وخطه مش كويس، ممكن مش يعني معناه ان بيبقى فيه ايه؟ اختلافات عليه، ويمكن ان يكون قدوة لنا في جانب معين دون باقي الجوانب، مش كده ولا ايه؟ ها اما الاسوة الحسنة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بس هو الذي اختص بهذه الكلمة، ان هو اسوة لجميع البشرية كلها جمعاء وفي جميع المجالات وفي شتى الايه؟ الاشياء كلها. ما اقدرش اقول والله ده انا ممكن والله الدكتور احمد ده لا بيتميز بصراحة انه ايه؟ صادق، ما بيكذبش ابدا، فهو قدوه ليا في هذه الجزئيه. انما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل شيء، كان في كل كبيره وفي كل صغيره وفي كل الازمنه والعصور ولكافه البشريه جميعا. عشان كده ايه بقى؟ القران قال ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما لما نيجي نقول ايه؟ ساعات نيجي نتكلم مثلا عن الاخلاق والكلام من ده ونقول ايه؟ مشاكل الشباب وكذا وكذا، نقول ايه؟ غياب القدوه الحسنه. لا يمكن اي حد من الاساتذه او العلماء او يجي حتى في البرامج التلفزيونيه او في الجرائد او يقول لك ايه؟ غياب الاسوه الحسنه، لا يمكن يقول اللفظ ده، لكن يقول ايه؟ غياب القدوه الحسنه، وبالتالي يجب ان يتصدر المشهد حتى يكون قدوه لشبابنا وايه؟ وبناتنا، مين؟ القدوه الحسنه، وهذا مثال حي، مثلا الشيخ كذا والشيخ كذا والعالم كذا والدكتور كذا، يبقى دايما نقول ايه القدوه؟ ليه؟ لان ممكن نقول الشيخ فلان بيعجبني انا احمد حامد، بيعجبني في طريقه ايه؟ القائه مثلا.
لكن لا على فكره شو بيعجبنيش لبسه مش عارف، يبقى هنختلف ونتفق في حاجات. اما حبيبنا وشفيعنا يا رب، وان شاء الله يكون جالسنا يوم القيامه كده ان شاء الرحمن يعني، وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم، يعني ده ايه هو اللي احنا نقول عليه ايه اسوه حسنه. وضحت؟ خلتونا دخلنا في ماده البحوث المحاسبيه دلوقتي. عليه افضل الصلاه والسلام، ربنا يرزقنا واياكم بزيارتي ان شاء الله باذن الله يعني، واللي يروح فيكم قريبا يعني لا ينسى ان يوصل سلامنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني. نبدا بقى في الاسئله العملي، خدنا فاصل اهوت زي ما بيقولوا ده. نبدا بقى في الاسئله العملي، بقيه الاسئله النظري عشان بس ما تقلقوش ها متسجله موجوده في اللقاء ان شاء الرحمن، وهترجعوا لها هتلاقوا اسئله كلها ان شاء الرحمن ميسره بمشيئه المولى عز وجل. واذا كان فيها اي سؤال حتى مش واضح الرجاء بدون اي احراج نهائيا يعني على المنتدى، وهتلاقوني هرد عليكم على طول بمشيئه الله. اذا ما رديتش عليكم في التو واللحظه اقصاها هيبقى ثاني يوم، هتلاقوني بجاوب عليكم على طول. طبعا كنت اشرت قبل كده لان في احدى بناتنا سالت يعني بسؤال كده يعني ايه مش هنقول خبيث ولا حاجه يعني، بس سؤال يعني منطقي برضه. طب يا دكتور في بعض النقاط احيانا ممكن لم تتعرض لها يعني، انا قلت ايه ليكم عشان اتاكد عليها تاني، مطلوب من حضراتكم التركيز على ما تم تناوله بالشرح والتفصيل خلال هذه اللقاءات الحيه، لان انا ما كنتش مجرد بس ان انا برد على اسئله خاص، انا كنت بحاول اشرح تاني، فده بس الايه اللي ما فيش مشكله. لا ان شاء الله ابنتنا ده هيكون اخر لقاء بمشيئه المولى عز وجل. تمام؟ ايوه تمام. ابنتنا رقي فقط ما تم ذكره لحضراتكم، واضح؟ تمام. يبقى حتى لو في حاجه اختصرتها مفيش مشكله، مطلوب منكم الاختصار الجزء البسيط اللي حددناه رؤوس اقلام هو المطلوب وهكذا، واضح؟ طيب نبدا بقى في الاسئله العملي يعني، لان هم كام سؤال برضو كده ان شاء الرحمن بسرعه كده وفي عجاله سريعه. نقول اسئله سهله الاول اهي، بفرض ان يا ريت بقى تكونوا مركزين معايا كده لو تكرمتوا، ربنا يحفظكم يا رب جميعا. بفرض ان الوفورات المتوقعه لبدائل ثلاث كانت على الترتيب 90,000 80,000 85,000، احاول والله اكتبها لكم بسرعه، 90,000 80,000 85,000، وبعد اجراء دراسه تكلفة الدراسة كانت كام؟ 3000 ريال. تمام. أتيح عنها الوفورات المتوقعة للبدائل الثلاث على النحو التالي، كانت كام؟ 100,000 و90,000 و110,000. في ضوء ما سبق تكون صافي قيمة المعلومات الاضافيه تساوي كام؟ اقول الاختيارات ولا انتوا تجاوبوا؟ طب هو مدينا هنا اختيارات، نقول صافي قيمه المعلومات تساوي ا 10,000 ريال، ب 3,000 ريال، ج 7,000 ريال، د 20,000 ريال. الاجابه الصحيحه ايه؟ كنا شرحنا الحاجات دي بالتفصيل على فكره. انا عايز السؤال ده ما ياخدش منكم بالظبط كده، هو دقيقه واحده في الاختبار، السؤال ده هو دقيقه واحده ما ياخدش اكتر من كده بالمناسبه. امجاد بتقول لي عيد الاختيارات. طب ما مش لازم اقول اختيارات امجاد، ما انت عشان تختاري لازم انت اللي تحليها. ها هو الاختيارات بيقول لي ا 10,000، ب 3,000، ج 7,000، د 20,000. انا ممكن اقول لك الاجابه على فكره. طب شوف انا هعمل ايه على طول كده. هتفهم حاجه من اللي انا جاوبت، ربنا يكرمك يا دانيا اهو، تقريبا كتبت في نفس التويتر اللي كنت بكتب فيه.
ها ده قلناها قبل كده على فكرة. طب نفس السؤال ده نفس السؤال لو انا قلت لكم ايه في ضوء ما سبق تكون القيمة الإجمالية للمعلومات الإضافية تساوي هتساوي كم؟ نفس السؤال انت بتجيبها قبل ما تجيب الصافي ايه اسمها جودة لان هذا انا بوضح لكم بعشر تلاف يبقى القيمة الإجمالية عشر تلاف الصافي يبقى عبارة على عشر تلاف ناقص التكلفة يقضي الدنيا الصافي تمام؟ طب ممكن اغير صيغة السؤال لان هي في مسألة تانية ها ما هي اقصى قيمة يمكن ان تدفعها الشركة في سبيل الحصول على المعلومات الاضافية تمام ممتاز الربع ودانية ممتاز اقصى قيمة هي صيغة مختلفة اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن القيمة الاجمالية تمام عادي ده كده سؤال طيب انا عايز اجيب برضو كله على بتاع قيمة المعلومات عشان تبقى ايه بالنسبة لكم واضحة طيب تقوم ادارة شركة السويني بالمفاضلة بين بديلين للحصول على ائتمان من احد البنوك حيث يرتبط كل بديل بتقديرات الارباح المتعلقة بالموقف العام للشركة في الفترة المقبلة حالة النجاح وحالة التعثر وفيما يلي التوزيع الاحتمالي للارباح المقدرة للبديلين ومديني البديل الاول والبديل الثاني البديل الاول تحت ظروف الرواج كان 15,000 اكتبها لحضراتكم بسرعة ادي 15 ادي ظروف الرواج و60 تحت ظروف العادية و30 تحت ظروف مين قال ايه الانكماش ده البديل الاول البديل الثاني كان 12,000 تحت ظروف الرواج 36,000 تحت ظروف العادية 39,000 تحت ظروف الايه الانكماش فاذا علمت ان احتمالات الظروف الرواج والعادية والانكماش على الترتيب علامتين استفهام وعلامة في المية ونعمل الفصلة بتاعتنا او مسافة يعني او نخليها برضو ايه عادي شرطة كده ونقول كام 50% مش شرطة واربعين في المية تمام يبقى الرواج على طول كام ها يبقى 10% هو هنا بيقول ايه في المسألة في ضوء ما سبق تكون القيمة الإجمالية للمعلومات الإضافية تساوي هتساوي كام؟ طبعا ما انا مديكوا اختيارات بس انا عايزكم انتوا لازم تبقوا عارفين الحل الاختيار بيقول ايه؟ ها 43,500 ادي الاختيارات ايه؟ 4,3,5,0 ب عبارة عن 3,4,5,0 34,800 البديل الثالث او الاختيار الثالث 47,100 دال 3,600 يبقى اي اختيار فيهم صح يبقى القيمة الاجمالية للمعلومات الاضافية هتساوي كام دي بقى محتاجة وقت يعني دي محتاجة تاخد من حضراتكم في الاختبار مثلا بتاع يعني ايه 3 دقائق كده تقريبا يعني اجاوب انا بسرعة البديل الاول ما البديل الاول هم يدولك هو 15,000 و60,000 و30,000 ده بالنسبة للرواج والعادي والانكماش يبقى هنعمل ايه في البديل الاول اربع هنضرب ال 15,000 ضرب كام اسماء اختار الكام القيمة الاجمالية 3 ممتازة يا اسماء والله تعزمي نفسك على عصير النهارده من ابو رياض تمام لا تجيبي لنفسك احلى حاجه النهارده والله اسماء ممتاز ها لا عشان ما تطمعيش يا اسماء ده من عملها طلابي في القاعه فممكن لما حد يجاوب سؤال كويس كده مثلا اقول له ممتاز خلاص ليك ايه 5 درجات زياده فطبعا انا بدعبه يعني فيفرح كده وزمايله يفرح كده اقول له انت شكلك اتغريت طالما اتغريت ده عشان نخسر حتة الغرور دي لننقصك 10 درجات يبقى ايه خدت 5 تاخد ايه سالب 10 ربنا يحفظكم جميعا يا رب العالمين يا رب
طيب هي اسماء حسبتها ازاي بس سريعا عشان ابنائي وبناتي الاعزاء. البديل الاول هنعمل ايه؟ هنجيب القيمه المتوقعه بتاعته اللي هو عباره عن مد العائد ضرب الاحتمال ظروف الرواق 15 تبقى ضرب كام 10% زائد 60000 ضرب كام 50% زائد انكماش 30000 ضرب كام 40% المفروض الناتج بتاعنا هيطلع كام 43500. ده بالنسبه للبديل الاول. نجيب البديل الثاني بالمثل يبقى 12000 ضرب 10% زائد 36000 ضرب كام ضرب 50% زائد 39000 ضرب 40% يبقى الناتج هيطلع كام؟ هيطلع 34800. وبالتالي يبقى مين فيهم الافضل؟ يبقى البديل الاول هو الافضل. ده كده قبل الحصول على المعلومات الاضافيه. الخطوه الثانيه بعد الحصول على المعلومات الاضافيه لما قلت لكم بين قوسين نركز على الظروف، يبقى في حاله ظروف الرواج نختار البديل 15 اللي هو البديل الاول، يبقى 15 ضرب 10%. في حاله الظروف العاديه ناخد البديل اللي هو بيحقق 60 ضرب 50%، زائد في حاله الانكماش يبقى نختار 39 ضرب 40%، التوتال يطلع 47100. اذا القيمة دي بقى القيمة المتوقعة بعد الحصول على المعلومات. اذا القيمة الاجمالية للمعلومات الاضافية ناتج الفرق ما بين الناتجين للخطوة الثانية نص الخطوة الاولى يبقى عبارة عن 47100 مطروح منه كام؟ مطروحا منه 43500، يبقى الناتج هيطلع بيساوي كام؟ يطلع 3600. يبقى ده كده القيمة الايه؟ الاجمالية. طب بفرض ان نفس المساله ذكر ان تكلفه الحصول على المعلومات التكلفه كانت مثلا بتساوي كام؟ 2000 ريال. في هذه الحاله فان الصافي هيساوي يبقى عباره عن الكام؟ هيبقى عباره عن ال 3600 مطروح منه كام؟ ال 2000، يعني يطلع بيساوي كام؟ بيساوي 1600 ريال. وضحت؟ تمام؟ ماشي ممتاز. طيب نقول سؤال بشكل مختلف بقى تماما. كده قلنا قيمة المعلومات خلاص قلناها وغطناها. نقول جزئية تانية اللي هي ايه؟ من واقع البيانات المتاحة عن نظام المعلومات المحاسبي وعناصره، فاكرين جزئية الوافورات التي يمكن تحقيقها؟ لو انا شغال نظام يدوي وعايز انتقل الى اسلوب تشغيل الكتروني والوفرات بتاعتنا نوفر كام؟ هنقول جزئيه عليها بقى. من واقع البيانات المتاحه عن نظام المعلومات المحاسبي وعناصره والقائمين عليه بشركه الدحيلان، حيث يبلغ عدد التقارير المستخدمه سنويا 2000 تقرير. يبقى عدد التقارير المستخدمة سنويا 2000 تقرير، ومتوسط التكلفة، ادي تكلفة الوحدة، التكلفة عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 من عشرة ريال، وذلك حالة التشغيل اليدوي. وينتظر في ضمة على الياء يبقى مبني للمجهول، وينتظر تخفيض أعداد التقارير بنسبة كام؟ بنسبة 90%، وبذات متوسط تكلفة الوحدة. كلمة وبذات متوسط تكلفة الوحدة يبقى بنفس التكلفة يعني. وذلك في حالة التشغيل غير اليدوي في ضمة سابقة، تكون الوفورات المتوقعة في تكلفة التقارير تساوي 1400 ريال. أقول الاختيارات أهي. البديل الثاني 40 ريال، البديل الثالث 360 ريال، البديل د 440 ريال. تاني سؤال، انا في ظل التشغيل اليدوي بستخدم 2000 تقرير، تكلفة التقرير كام؟ 2 من عشرة ريال. ده في حالة التشغيل اليدوي. في حالة التشغيل غير اليدوي ينتظر تخفيض أعداد التقارير بنسبة 90% وبذات متوسط التكلفة. يبقى معنى كده الوفرات المتوقعة هتساوي كام؟ دانية قالت 360، وأمجاد قالت 360. هل هناك إجابة أخرى؟ طب هم جابوها إزاي؟ معلش
400 ناقص 40 يبقى عدد التكاليف. تمام ممتاز صح. ها بقيت بنات الاجزاء اقولها لهم واحده واحده. 2000 ضرب ايه ممتازه امجاد. 2000 ضرب كام؟ ضرب 2 من 10 ها يطلع كام؟ يساوي 400 ممتاز. الثانيه هو قال لي هنا ينتظر تخفيض اعداد التقارير بنسبه كام؟ بنسبة 90%. يبقى معنى كده اللي موجود كام؟ سيمثل 10%. يبقى اضرب 2000 ضرب 10% ضرب كام؟ ضرب 2 من 10 يطلع 40. يبقى الفرق بينهما ها يطلع كام؟ 360. تمام؟ انا ممكن اعملها بقى في خطوة واحدة بالظبط. وربا برضو قالت صح. تمام. لا بصوا انا هعمل ايه؟ شوفوا انا هعمل ايه. ادي كده 2000 ادي علامة ضرب اهي ضرب 90% وادي ضرب 2 هيساوي 360. ايه رأيكم بقى في الطريقة بتاعتي دي؟ يمكن عشان انا بحب الرياضيات بس شوية يعني. اللي انتوا عملتوه صح. اللي انتوا عملتوه صح عشان ما حدش فيكم يتلخبط ويقول لي يا دكتور انت عملتها ايه في خطوه ماشي يا دلال. انا بقى ايام عشان لو حد فيكم بيحب الرياضيات يعني يختصر يعني. بالمناسبه هي دي تنفع بس في حاله واحده لان التكلفه واحده في الاسلوبين 2 من 10 ريال وهنا 2 من 10 ريال. لكن عارفين لو التكلفه كانت اختلفت ما كنتش اقدر اعملها في خطوه ايه في خطوه واحده. تمام ماشي. لكن هي الاولى طبعا هي الافضل يا دلال صح مفيش مشكله خالص. طيب نقول السؤال الثاني مثلا. طيب من واقع نقول دية العمال اللهم صل على سيدنا محمد. من واقع البيانات المتاحة عن نظام المعلومات المحاسبي وعناصره والقائمين عليه بشركة الحمل حيث يوجد 60 عامل. ادي كده 60 عامل تحت اسلوب التشغيل اليدوي ومتوسط الاجر السنوي كام؟ 30,000 ريال. 30 ده متوسط الاجر الايه السنوي. وذلك في حالة التشغيل وفي حالة التشغيل غير اليدوي من المنتظر تشغيل 30%. ده كده تشغيل 30% بس بمتوسط اجر شهري. قال كده قال لي اجر شهري كام؟ 5000 ريال. 5000 ريال. في ضوء ما سبق تكون الوفرات المتوقعة في تكلفة العمالة تساوي مديني اختيارات ألف وبه وجيم ودال. مش لازم أقول له اختيارات أنتوا اللي تقولوا ما أنتوا عشان تختاروا صح يبقى لازم تحل صح. يبقى تاني تحت أسلوب التشغيل اليدوي أنا عندي 60 عامل. العامل منهم بياخد في السنة كام؟ أجر سنوي 30,000 ريال. طيب في حالة التشغيل غير اليدوي والله من المتوقع إن إحنا نشغل كام عامل؟ 30% بمتوسط اجر شهري كام؟ ها 5000 ريال. في هذه الحالة الوفرات التي يمكن تحقيقها في تكلفة العمالة تساوي برضو دي تحتاج منكم في الاختبار مثلا يعني دقيقتين 3 دقائق يعني ده لو انت بتحل براحتك كده وبمنتهى البساطة وبمنتهى الهدوء والتركيز ما تاخدش اكتر من ايه؟ من 3 دقائق يعني. الإجابة حلنا زيها كتير على فكرة بالمناسبة. طيب نمشي زي ما ايه ابنتنا دلال عايزة خطوة خطوة صح كده؟ تطلع كام؟
ايوه شفت ده آه الله ينور عليك ده لا آه شفت انت الرقم اللي انت يبقى الرقم اللي انت تقصديه بقى ايه؟ اكتبي تاني ده لو سمحتي بعد اذنك ها عشان اعرف انت عايزه تقصدي انهي رقم اكتبه انا بصي كده الله ينور على حضرتك يبقى في فرق لو شلنا صفر بقت 72000 انما هي كام 720000 ممتازه بقى تعزمي نفسك النهارده على عصير بس برضه من ابو ريال بس يا دلال لو سمحت اوكي طيب الاجابه صحيحه طب هي اجابتها ازاي بناتي الاعزاء يا دكتورين المشكله في حاله التشغيل اليدوي انت عندك كام كام عامل ادي 60 ال 60 دول ضرب كام ضرب ال 30000 ريال تمام كده اهو ادي كده 2 4 اهو تمام يبقى يطلع الناتج بيساوي كام يطلع 1,800,000 يبقى ده كده في حاله التشغيل الايه اليدوي في حاله التشغيل غير اليدوي عباره عن كام بيقول لك انت هتشغل كام 30% يبقى احسبهم ازاي اضرب ال 60 ضرب كام ضرب 30% المفروض كده يطلع كام هيطلع الناتج ده بيساوي 18 عامل ال 18 عامل دول اضربهم في كام اضربهم في 5000 بس ال 5000 دول اضربهم في كام اضربهم في 12 شهر لماذا 12 شهر عشان اجيب الاجر الايه السنوي الناتج بتاعي هيطلع كله في النهايه يطلع بكام ها هيطلع بمليون ودي صفر ودي كده 80 ودي 1 2 3 يبقى 1,080,000 اجيب الفرق ما بينهم اللي هو عباره عن كام 1,800,000 مطروحا منه 1,080,000 يبقى الناتج هيطلع بيساوي كام 720,000 وصلت يبقى الاجابه الصحيحه بيقول ايه فان الوفرات المتوقعه تساوي الف ها جاب كام 1,080,000 ب 1,800,000 ج 720,000 ده لا شيء من ما سبق تبقى الاجابه الصحيحه ج 720,000 طيب نقول سؤال تاني اخر سؤال ان شاء الرحمن ونقول يعني تقريبا من كانت اصعب حاجه شويه نشوفكم هتعرفوها ولا لا بتدرس احدى الشركات تطوير اسلوب تشغيل نظامها فاكرين اللي هي مصفوفه الاسف او معيار الاسف يعني هو السؤال بيدور حواليه بتدرس احدى الشركات تطوير اسلوب تشغيل نظامها المحاسبي القائم لتتحول به الى اسلوب التشغيل الالكتروني وقد اتيحت البيانات التاليه فيما يتعلق باجمالي الوفرات النقديه السنويه المتوقعه تحت الظروف المتوقعه سريانها وهي غير متفائله ومقبوله وجيده ومتفائله حيث بلغت كما يلي عندنا اول حاجه المتفائله اهي كانت كام؟ كانت 900 شرطة 800 شرطة 600 ده بالنسبة لمين؟ ها للبدائل الأول والثاني والثالث على الترتيب تحت الظروف الجيدة كانت كام؟ 650 شرطة 750 شرطة 350 على الترتيب بالنسبة للظروف المقبولة كانت كما يلي 400 شرطة 450 شرطة 350 للبدائل برضو الأول والثاني والثالث على الترتيب الظروف الغير متفائلة كانت كما يلي سالب نحطها بين قوسين أهو 280 والأقواس مالها ما بتشتغلش ليه؟ بسيط نكتب ادي كده 280 ونحط شرطه كده اهو هنا كده 250 شرطه 300 في ضوء ما سبق فان افضل بديل وفقا لمعيار الاسف هو البديل الاختيارات بتاعتنا الف البديل الثالث ب البديل الثاني ج البديل الاول ربع قالت 900 غلط يا ربع هتتبرعي بالريالين يا ربع عشان هذا السؤال ريالين يا ربع هي ساره جاوبت صح هو المفترض ايه البديل الثاني لا يا امجاد البديل الثاني هيطلع ها مش البديل الاول للاسف 280 لا يبقى انتوا حسبتوها غلط على فكره دي المفترض تاخد منكم يعني حوالي 3 4 دقائق كده ولا حاجه عشان تحلوها
لان لازم يا بناتي الاعزاء نعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها مصفوفة الاسف. مصفوفة الاسف. وعشان نعمل مصفوفة الاسف ديت هنعمل ايه؟ مصفوفة الاسف هنيجي بالنسبة لكل ايه؟ ها؟ لكل ظرف من هذه الظروف. فعندنا ظروف المتفائلة افضل بديل، يتضح ان البديل الاول نحط مكان التسعمية صفر، يبقى معناها انها تبقى صفر اهو، ماشي كده، بس نكتب انجليزي احسن، صفر شرطة. ها البديل التاني هيبقى كام؟ هيبقى مية، اللي هو الفرق، مش كده ولا ايه؟ ها البديل التاني هيبقى كام؟ 300. ده كده بالنسبة للظروف مين؟ المتفائلة. بالنسبة للظروف الجيدة افضل حاجة مين؟ البديل التاني 750، نحط مكان ال 750 ايه؟ صفر، ونجيب الفرق ما بينها وما بين القيم التانية، يبقى 750 ناقص 650 تطلع كام؟ هتطلع 100. ها وادي هنا كده الصفر، وادي كده الشرطة، وادي هنا يبقى كده كام؟ 400. مش كده ولا ايه؟ نيجي للايه؟ للظروف المقبولة، أفضل حاجة مين؟ 450، نحط مكانها صفر، ونجيب الفرق بينها وبين القيم التانية، يبقى هيطلع سعادتك أهو، هيطلع ادي كده 50، وادي كده هنا شرطة صفر، وادي كده شرطة كام؟ شرطة 100. نيجي للظروف مين؟ ها؟ الغير متفائلة. عندنا سالب 280، 250، 300، يبقى أفضل حاجة مين؟ البديل الثالث، يبقى 300 نحط مكانها صفر، اللي هو البديل الثالث، مش كده ولا إيه؟ يبقى البديل نجيب الفرق ما بينه وما بين القيم الثانية، 300 سالب سالب 280 تطلع كام؟ 580. شرطة، نحط أدي 300 ناقص 250 يطلع 50، وأدي الشرطة، وأدي كده الإيه؟ الصفر. ده كده بالنسبة لمين؟ دي مصفوفة الإيه؟ للأسف. بعد ذلك يتم تحديد أقصى أسف لكل بديل، أقصى أو أقصى أسف لكل بديل. أقصى آسف، معلش كتب إيه؟ أنا آسف جدا والله، معلش. أقصى أسف لكل بديل. أقصى أسف لكل بديل سيكون كما يلي، بالنسبة للبديل الأول هيبقى 580، بالنسبة للبديل الثاني هيبقى كام؟ هيبقى 100، بالنسبة للبديل الثالث هيبقى كام؟ هيبقى 400. لما نيجي نختار بيتم الاختيار هنا وفقا لمين؟ لأقل أقصى أسف. احنا عندنا هنا البديل الأول 580، البديل الثاني 100، البديل الثالث 400، يبقى اتضح أن البديل الثاني هو الأفضل. تمام؟ ممكن نفس التمرين دوت نقوم قايلين إيه؟ في ضوء ما سبق فإن أفضل بديل وفقا لمعيار مثلا مين؟ معيار تساوي أو معيار تساوي الاحتمالات. يا ترى هيكون مين الافضل؟ اجاوب انا بسرعه عشان اطلت على حضراتكم. هنعمل ايه؟ هنجيب بالنسبه للبديل الاول نجمع كل القيم اللي عندنا دي ونقسم على اربعه اللي هم عدد الظروف. فنجمع سالب 280 زائد 400 زائد 650 زائد 900 هيطلع 1670، نقسمهم على اربعه هيطلع 417 وكام ونص. ده البديل الاولاني. البديل الثاني نجمع 250 زائد 450 زائد 750 زائد 800 يطلع 2250، نقسم على 4 هيطلع 562 ونص. البديل الثالث بالمثل، نجمع 300 زائد 350 زائد 350 زائد 600 يطلع 1600، تقسيم 4 تطلع بكام؟ ب 400. اذا يتضح ان مين الافضل؟ يتضح ان البديل الثاني. تمام، ممتاز، يبقى الاجابه هو البديل الثاني هو البديل الافضل. تمام، اطلت على حضراتكم لان هذا اللقاء انا بعتبره بمثابه لقائين بصراحه، لان احنا يعني انا شغال مع حضراتكم تقريبا فعلا من حوالي الساعه 4 ودقيقتين او 4 او 3 دقائق على ما اظن، يعني الساعه دلوقتي تقريبا بقت حوالي يعني 6 الا ثلث، فمعذره ان انا اطلت على حضراتكم، بس ما كانش ينفع ان انا اجل الاسئله دي، اخلي جزء النهارده وجزء اليوم الاحد، لان قلت انجز بقى مع حضراتكم بناء على طلبكم عشان تتفرغوا للمذاكره ان شاء الرحمن. هل هناك اي سؤال او استفسار ابنائي وبناتي الاعزاء؟ طبعا اكرر على حضراتكم
اي سؤال او استفسار او اي جزئيه مش مفهومه لا تترددوا نهائيا، موجود معاكم على المنتدى ان شاء الرحمن ولحد يوم الاختبار، وبعد الاختبار برضه هبقى في انتظار تعليقاتكم، واطمنوني على حضراتكم جميعا بمشيئه المولى عز وجل. والله من غير ما تقولوا انا فعلا بدعي لكم، لان انا فعلا وانا بدعي يعني مش بدعي لنفسي، المفترض واحد يدعو للمسلمين اجمعين اولا يعني، وبعد كده بدعي اكيد لاولادي وبدعي لكم لانكم كلكم بمثابه اولاد ليا او اخوان او اخوات ليا اصغر مني يعني، فربنا يحفظكم جميعا. ارجو في النهايه طبعا انا اكيد كنت سعيد جدا ان انا اشتغلت معاكم، لان فعلا والله بحسبكم على خير يعني، فعلا من افضل الدفعات اللي اشتغلت معايا، فربنا يكرمكم. وكنت وبالذات البنات فعلا ده حقيقه في حق، وكنا يعني كنتن اكثر التزاما واكثر احتراما فعلا، وانا فعلا والله كنت سعيد بيكم، وارجو ان انا اكون يعني مثلت اضافه بالنسبه لحضراتكم في حياتكم العلميه، وايضا اتمنى ان يكون في حياتكم العمليه بعد كده لو حد فيكم كمل ان شاء الرحمن، حتى لو كمل دراسات عليا زي ما قلت لزملائكم في مقرر البحوث المحاسبيه يعني، اكيد هيلاقوني حاضر معاهم، واي مساعده لن اتردد نهائيا يعني طول ما انا عايش يعني على وجه الايه الدنيا يعني. في النهايه بعض النصائح البسيطه والمختصره جدا بالنسبه لحضراتكم، يجب التصميم على تحقيق اهدافكم تحت اي ظرف من الظروف. ما حدش يقول والله اصل الظروف صعبه، اصل كذا، اصل كذا، اصل كذا، والله لا، ممكن زي ما بيقولوا بالبلدي كده انت حاطط اهداف معينه في حياتك الشخصيه يجب ان تسعى الى تحقيقها، لازم زي ما بنعلم طلابنا كانوا في حاجه اسمها تخطيط قصير الاجل، تخطيط متوسط الاجل، تخطيط طويل الاجل، والتخطيط الاستراتيجي. فيبقى معناه زي المملكه كده نقول لك رؤيه المملكه 2030، هم انما وصح لي يعني قال لك هنعمل رؤيه المملكه 2030؟ لا طبعا، ده بيخططوا، عشان كده ده مفهوم اسمه التنميه المستدامه، اللي هو معناه ان احنا العمل على رفاهيه المجتمع الحالي دون الاضرار بالاجيال المستقبليه، يبقى كان الدوله بتخطط، انا كان لازم اخطط في حياتي، مجرد ان انا اتخرج ان شاء الرحمن، طبعا الكلام ده بقوصي بالذات يمكن يعني ابنائي الذكور يعني، لان بقول له لازم تشتغل بعد ما تخلص اي شغل، ما تقعدش تصمم على وظيفه معينه، ربنا يكرمك باي شغل، اهم حاجه ان يكون شغل شريف وسليم تماما، وان شاء الرحمن لان حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، ده حقيقي والله فعلا. يعني مش عايز اقول لكم انا في حياتي يعني لحد، لان عندنا مثلا اجراءات تعيين المعيد فبيتاخر شويه، لازم الاول القسم وبعد كده القسم يروح لمجلس الكليه وبعد كده لازم يروح للجامعه والجامعه يروح للوزاره والوزاره تروح للامن القومي، فقصه كده معينه ممكن تاخد لها تقريبا كام شهر او شهور يعني، فما قعدتش في الفتره ديت يعني، فمعناه ان يعني لازم تحاول تسعى انك تحقق اهدافك اكيد، حتى واهداف لو كانت طويله في المدى هتلاقي في ظروف بتعرقلك، ما يبقى عندك طموح وامل انك تسعى الى تحقيقها ان شاء الرحمن. المذاكره والتعليم اهم، ولكن الاهم والاكثر اهميه من وجهه نظري، قد اكون على صواب او قد اكون مخطئا، الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق، دي اهم نقطه. لان علم بدون اخلاق ما ينفعش، لكن اخلاق معها علم هيبقى ده السلاح لينا بمشيئة المولى عز وجل، وده اللي هيساعد الأمة الإسلامية خصوصا كمان انهم يكونوا في مصاف الأمم وأفضل منهم جميعا بمشيئة المولى عز وجل. دايما كمان لازم نعمل على حاجة ان احنا يكون في تجدد باستمرار. يعني ايه تجدد؟ لازم اطور من مهاراتي وقدراتي وامكانياتي. لو انا المفترض يعني معرفش حاجة في الحاسب يبقى لا اتعلم، لو انا اعرف اتعلم اكتر وافضل يعني، ممكن يكون اتعلم برمجة على سبيل المثال، اتعلم كذا اتعلم كذا، ده المفترض يعني، ده اكيد يعني، ده المفروض، لان دايما في حكمه انا بقولها يعني دايما على طول، تجدد او تبدد، انوفيت اور ايفابوريت، يعني لازم يكون في تجدد مستمر، لازم اطور من نفسي، اتعلم لغه، نتعلم لغه، اتعلم لغه ثانيه، ايه المشكله؟ كل ده هيفيدني في شغلي وفي مجال عملي بعد كده، ممكن يخليني افضل من اي حد يعني معايا او سيم زي ما بيقولوا. النقطه الثانيه، من لا يتقدم سيتقادم، يبقى معناها لازم اطور من نفسي، ده اكيد. النقطه النهائيه الحكمه اللي بعد كده ايضا، ليست العبرة بما تعرف ولكن العبرة بما تفعله بما تعرف. كما أن نجاح الأمس أنا مش نجحت لحد المستوى السادس، ده أنا معناها أن أنا كنت جايب امتياز يبقى ده هيبقى ضمان ليا وشفيع ليا نجح في السابع والثامن، لا طبعا. عم احمد حامد خد الدكتوراه، ما لازم يبقى استاذ مشاهد، ربنا كرمني وترقيت بيت استاذ مشاهد، طب ما اكيد عندي طموح ابقى استاذ، يبقى معناها لازم يكون، لان نجاح الامس ليس ضمانا للنجاح في المستقبل. كما يجب ان تعمل بصمت ودع النجاح يصنع الضبيط.
اخر حاجة هقولها لحضراتكم ان المفترض يجب ان انت تستمتع بحياتك، لان الحياة مش هنعيشها غير هي مرة واحدة فقط، فيجب البعد بقى عن البغيضة والفحشاء وكذا وكذا وكذا. عشان كده بقول لكم فعلا يعني اوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والبعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل، وان نستمتع بحياتنا، لان الدين الاسلامي بتاعنا بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله على نعمة الاسلام، يعني مش معناه ان انا هبقى ايه والله ده انا قاعد في المسجد ليل ونهار ماسك المصحف والصلاه وخلاص، لا طبعا، ده الدين الاسلامي بيطالبني ان انا استمتع بحياتي اساسا. عشان كده دايما حتى الحكمه باللغه الانجليزيه يعني يقول ايه انجوي لايف توداي يسترداي از قم تومورو مي نيفر قم. يعني ايه الكلمتين دولت؟ يعني انجوي لايف توداي يعني استمتع بحياتك الايه اليوم، يستردي إصغن الأمس قد ذهب ولا ولم يعود مرة أخرى، تمرو ماي نيفر قم يعني الغد احنا مش ضامنين، واحد بياخد نفس ممكن مش ضامن يعني، فيبقى تمرو ماي نيفر قم يعني الغد من الممكن أو من المحتمل ألا يأتي. علشان كده يجب أن نستمتع بحياتنا بكل ما فيها من مميزات طبعا، وطبعا اكيد بدعو لكم بالنجاح والتوفيق في حياتكم العلمية والعملية، وان يرزقكم الزوجات الصالحة والازواج الصالحين والذرية الصالحة، كما اتمنى ان يوفقكم في حياتكم العلمية والعملية وان يرزقكم الذرية الصالحة كما اكدت على النقطة دي، والعمل الصالح وان يرزقكم السعادة في الدارين في الدنيا والاخرة يا رب العالمين. اخر وصية بقولها حضراتكم بأمانة فعلا، لا ان شاء الله ان كان في العمر بقية، انا بقول الكلام ده لان الواحد والله مش ضامن الظروف يعني، بس فعلا ده حقيقة، انا حتى نفسي الجزء ده لازم اقوله لطلابي على طول في اخر لقاء وانا بقوله ليهم يعني، لان الواحد مش ضامن حياته او مش ضامن يلتقي تاني ولا لا، الله اعلم يعني. طبعا بوصيكم بتنسونا طبعا لا تنسونا بصالح الايه الدعاء بظاهر الغيب يعني، لكن النقطه الاخيره اللي بقولها فعلا المحافظه والعمل على المحافظه على وطنكم خاصه والعالم العربي والاسلامي بصفه عامه. انا اكيد انا زي ما قلت لزملائكم في المستوى الثامن، انا ممكن انا دكتور احمد ممكن بلدي ممكن ما بقاش في حاجات عجباني فيها ممكن انقضها انقضها، بس ما اسمحش ان حد ينقضها، ما اسمحش ان حد يغلط فيها، ما اسمحش ان حد يهينها، لا يمكن تحت اي ظرف من الظروف نهائيا. يبقى معناها برضو انتوا كمان لازم تحافظوا على بلدكم، لان انتوا اكيد هتبقوا مستقبل هذه الامه ان شاء الرحمن، واكيد هتبقى في مصاف الامم وهتبقى متقدمه اكيد بيكم ان شاء الرحمن. فربنا يكرمكم ويحفظكم ويحفظ بلادنا وبلادكم وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. انا كده خلصت مع حضراتكم، ارجو ان يكون ربنا اكرمني ووفقني في شرح الماده العلميه بالنسبه لحضراتكم، وان يكون في اضافه بالنسبه لكم يا رب. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم امين يا رب. هل هناك اي سؤال من ابنائي وبناتي الاعزاء؟ هل هناك اي سؤال او استفسار؟ ربنا يحفظكم يا رب ويوفقكم إلى ما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألتقي بحضراتكم إن كان في العمر بقية إن شاء الرحمن في المستوى الثامن في مقرر البحوث المحاسبية، أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.